شكرا سيد الوزير المحترم. أولا نحن نثمن دوركم سيد الوزير خاصة في هذه المرحلة من خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته مع الجمعيات الحقوقية لإثارة بعض الإشكالات الحقوقية المرتبطة بأحداث الحسيمة أساسا، لكن لا نخفيكم بأن الحركة الحقوقية والمجتمع بشكل عام قلق جدا من جراء مجموعة من التجاوزات ليست فقط مرتبطة بالتأديب، آخرها الفيديو الفضيحة الذي صدر البارحة بطريقة مهينة وقاسية وحتى من الكرامة الإنسانية تمس المواطن ناصر زفزافي. نحن السيد الوزير نريد أن نعبر لكم عن قلقنا الشديد من جراء ما تتعرض له الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان واستهداف النشطاء الحقوقيين، بل أصبح استهداف ناشطين وشخصيات حقوقية معروفة. السيد الوزير نحن نعبر لكم عن قلقنا الشديد من جراء عدم تحمل المسؤولية الكاملة لبعض المسؤولين الحكوميين في هذه القبة. السيد وزير الداخلية وعدنا بفتح تحقيق حول التجاوزات التي عرفتها أحداث الحسيمة من جراء اقتحام البيوتات وتحطيم أبواب المنازل، لا ينبغي أن نكتفي بالإصلاحات، نريد تحقيقا واضحا عبر عنه السيد وزير الداخلية في هذه القبة، نريد نتائجه وترتيب المسؤوليات اللازمة والحسابات اللازمة. السيد وزير العدل له مسؤولية أساسية فيما يتعلق بالتأديب في انتظار التحاق النيابة العامة بالمجلس أعلى للسلطة القضائية، ويرأس النيابة العامة إلى حدود الساعة، وينبغي أن يأمر بفتح بحث وتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب التي أكدت الخبرة الطبية الصادرة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنها ادعاءات ذات مصداقية. والشريط الذي صدر البارحة يؤكد هذه الادعاءات ويؤكد هذه المزاعم ويؤكد بأننا بصدد بالفعل شيء ينبغي أن نقلق عليه جميعا. لنا نحن الثقة الكاملة فيكم سيد الوزير، لكن بدون شك نريد أن تتحملوا مسؤوليتكم إلى جانب إخوانكم في الحكومة من أجل تقديم الجواب اللازم. هناك الآن نقاش واسع على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، يريد الناس أن يطمئنوا، هل قطعنا مع هذه التجاوزات أم رجعنا إلى مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي صدرت بصددها توصيات وجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة؟ اعتقدنا مع أننا قطعنا جميعا مع التاريخ المظلم، لا نريد أن نعود إليه أبدا. هذه مسؤوليتكم فلنتحملها جميعا أمام هذا الشعب، أمام جلالة الملك، أمام جميع المواطنين الذين لهم الأمل في إمكانية الإصلاح في ظل المؤسسة.